عايز اقول لكم كمان كان عندنا حالة طبية احنا صورناها، اللي هو الطفل اللي عنده 3 سنوات وعنده امراض نادرة منذ ولادته. هنا الحالات اللي زي دي يا جماعة بتبقى عايزة نشوف الحالة، يعني عايزة يعني اطباء يقولوا لنا نعمل ايه الحالات النادرة تحديدا، وبعض الاشخاص اللي يمكن انهم يشوفوا ازاي نتكفل بعلاج هذه الحالات اللي بتحول حياة الناس لجحيم. ليه الجحيم؟ لانها حالات نادرة جدا، واحنا هنواصل تلقي اتصالاتكم بس نشوف اولا حالة الطفل ده. عنده 3 سنين وداخل في الرابعة. هو اتولد كده ورحنا بيت دكاترة بعد ما اتولد بأسبوع، اتحجز في الحضانة، قعد ينزف في الحضانة، جابوله جراحين قالوا لهم يروحوا بيت دمرداش. رحت بيت دمرداش، أطباء اللي هناك قعدوا يصوروا فيه قالوا دي حالة ندرسها، ما لهاش أي أهمية هنا، يعني مش هنفيدك. رحنا بإسماعيلية، جامعة إسماعيلية، قابلنا دكاترة كبيرة هناك قالوا لنا لا دي حالة ندرسها، ما ينفعش حد يعمل فيها حاجة، أي حاجة فيها هنا، لأن ده حالة صعبة، لو عملنا فيها حاجة هيحصل مضاعفات ليه، يستحسن بره. هي رجلي اليمين معمولة زي ما انت شفتيها، والرجلين والوحمة الدموية اللي في رجله اليمين برضو، وعنده الكيس الدهني بيولد، وعنده فتاق حسية وسرة، هو بياكل بالشمال وما بيلبس اي حاجه في البيت. اصعب حاجه بتقابلني انا وبابا اللبس، بندور في بال40 المثلث، ال40 والسويس، بندور على اللبس بتاعه مش بنلاقيه، نقول لهم عايزين يقولوا لي انت بتعملي ليه في البنطلون كده، بقول له عشان نشوف رجله هتخش ولا لا، يقعدوا يتريقوا لدرجه بابا قبل كده كان يمسك واحد يضربه، انت بتتريق عليه، فاخدته معايا راح قال لي انا اسف والله ما اعرف. رحت مدارس هنا كتير وحضانات خاصة قالوا لي لا احنا ما ناخدوش لان في الوحمة الدموية دي بتنزف، ما يتحملوش المسؤولية. انا وبابا نفسيتنا متدمرة، مش انا بس، مش انا وبابا، ده العيلة بتاعتنا كلها، ممكن انا يجرالي حاجة محدش هيعرف له خالص، لان هو ما بيروحش لاي حد غيري ان انا بابا. نفسي يروح المدرسة زي اي طفل ويعيش طفولته في مدرسته ويطلع حاجة، نفسي اشوفه يطلع يبقى احسن من اي حد، من غير ما اي حد يضايقه ويقول له انت ليه كده، انت مش عارفه ايه، بيقعد يعيط. والله بناشد عن طريق البرنامج ان لو اي دكتور شافه وعرف حالته يفيدنا، او اي وزير الصحه يسافرونا على نفقه الدوله بره عشان يعيش طفولته. طبعا يا جماعة الحالات النادرة اللي زي اللي احنا شفناها دي، يعني حياة الناس بتبقى جحيم، لأنه في أمراض وسيلة العلاج خلاص الناس عارفاها، هياخد أدوية كذا، الدكتور بيكتب روشتة بيتعالج بأسلوب محدد وثابت يعني. لكن في أمراض الناس مش عارفة تتعامل معاها إزاي. أتمنى الأطباء اللي بيشوفونا، أتمنى كل فاعل خير يستطيع إنه يعمل خير، وربنا هيزودك كل ما تكثر من عمل الخير بهذا الشكل. وخلونا نحاول إن احنا لا نكتفي بعرض المشاكل فقط، لا نحاول نحلها يعني إلى حد. حتى الناس معايا تفاعلوا، زميلنا إيهاب العجمي في الإعداد قال أنا هو هيجهز فرش دلوقتي للسيدة اللي بتنام على الأرض يعني، وعفشه وحيتكفل بداية يعني حتى الناس الزملاء، وكلنا إن شاء الله هنتعاون ونتفاعل في ده، وأيضا بعض فاعلي الخير اللي بيكلمون.